الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فحديثنا اليوم عن التفسير، معناه وأهميته ونشأته وأنواعه. التفسير في اللغة هو الإيضاح والتبيين من الفسر، وهو الإبانة وكشف المغطى، وقيل هو مقلوب السفر، يقال أسفر الصبح إذا أضاء إضاءة لا شبهة فيها، وسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت نقابها. ولهذا سمي السفر سفرا، لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. وقيل مأخوذ من التفسرة، وهو اسم لما يعرف به الطبيب المرض، وبني على التفعيل للمبالغة، ذكرهما الكافيجي. وقال أبو حيان: يطلق التفسير أيضا على التعرية للانطلاق. قال ثعلب: تقول فسرت الفرس، عريته لينطلق في حصره، وهو راجع لمعنى الكشف، فكأنه كشف ظهره لهذا الذي يريده منه من الجري. وأما التفسير اصطلاحا فهو علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، وهذا تعريف الزركشي له. وقال الكافيجي: هو كشف معاني القرآن وبيان المراد. وقيل: هو علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها والإشارات النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسرها. وزاد بعضهم: حلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها ونهيها وعبرها وأمثالها. وعرفه بعض المتأخرين بأنه علم يبحث عن أحوال القرآن المجيد من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. والتعريف الأول شامل لما بعده. وسوق أنواع علوم القرآن في تعريف التفسير إطالة في محل الإيجاز. والتعريف يشمل في مضمونه علم القراءات والرسم لارتباط بيان المعنى بهما، وقد نص على ذلك أبو حيان حيث عرف التفسير بقوله: علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. هذا ويكثر في كلام المفسرين التعبير بلفظ التأويل، قاصدين به التفسير أو ما يقاربه. والتأويل في اللغة مأخوذ من الأولي، وهو الرجوع، يقال أول الكلام وتأوله، دبره وقدره، وأوله وتأوله فسره. وقيل مأخوذ من الإيالة، وهي السياسة، فكأن المؤول يسوس الكلام ويضعه في موضعه. والتأويل اصطلاحا عند السلف مرادف للتفسير في الأغلب، وبه قال أبو عبيدة وغيره، وقد فرق بينهما جماعة، وعرفه المتأخرون بتعريفات عديدة، منها قول الكافيجي: صرف اللفظ إلى بعض الوجوه ليكون ذلك موافقا للأصول. والفروق التي فرق بينهما بها كثيرة، وأقرب الفروق هو ما قيل: إن التفسير إنما هو كشف المعنى بحسب الطاقة البشرية، وأما التأويل فهو معرفة ما يؤول إليه المعنى على وجه الحقيقة ومراد الله. وهذا الفرق يدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة التي استخدمت فيها مادة التأويل، والله أعلم. أما أهمية علم التفسير فإنه من الأهمية بمكان، ولذا قال إياس بن معاوية رحمه الله: مثل من يقرأ القرآن ومن يعلم تفسيره أو لا يعلم مثل قوم جاءهم كتاب من صاحب لهم ليلا وليس عندهم مصباح، فتداخلهم لمجيء الكتاب روعة لا يدرون ما فيه، فإذا جاءهم المصباح عرفوا ما فيه. وقد أجمع العلماء على أن التفسير من فروض الكفايات، وأنه أجل العلوم الشرعية. وقال الكفايجي: إن علم التفسير محتاج إليه، لأن الناس يحتاجون في الاطلاع على الشرائع والأحكام إلى معرفة معاني القرآن التي لا يطلع عليها على ما ينبغي إلا بهذا العلم الشريف. وقال: إن علم التفسير أشرف العلوم،
لأن موضوعه أساس علوم الإسلام ومدار الأحكام وحبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، ولأن غايته هي الاعتصام بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى، وهما أشرف الغايات وأجداها نفعا. نشأة التفسير ومدارسه: انطلاقا من قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، كانت نشأة التفسير على يد معلم البشرية محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وقد انقسم التفسير المروي عنه إلى قسمين: الأول عبارة عن تفسير لبعض المفردات أو الألفاظ المجملة، وهذا قليل لكون القرآن نزل بلسان عربي مبين في قوم سليقتهم العربية، فلم يكن ثم حاجة ماسة للإغراق في مثل هذا النوع من التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الثاني فالتفسير الإجمالي والموضوعي لجميع مقاصد القرآن، وهذا في الحقيقة قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أيما بيان. فالمتأمل لكتاب الله يجد أنه تكلم عن العقيدة في الله والملائكة والأنبياء والكتب المنزلة واليوم الآخر والقدر، وهذه المباحث قد أخذت جانبا عظيما من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، مفسرة لمضمونها وشارحة لمقصودها. كما تحدثت آيات أخرى عن العبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج ونذر وغير ذلك، وهذه جل الأحاديث النبوية تفسرها وتوضح مجملها. وتحدثت آيات القرآن عن أحكام شرعية في المعاملات وغيرها من نكاح وطلاق وبيع وشراء وطعام وشراب وقصاص وحدود وميراث ونحو ذلك، وهذه أيضا أخذت جانبا كبيرا من السنة النبوية التي لم تدعها إلا واضحة جلية. ولم يبق إلا آيات تتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه وعلاقاته بالمشركين والكتابيين، وهذه لا مفسر لها إلا ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم من تلك الأحوال. وآيات تتعلق بقصص الأنبياء السابقين، وهذه تلاوتها تغني عن تفسيرها. وبعض ما احتيج فيه إلى تفسير بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان فضلاً تركه صلى الله عليه وسلم ورخص في الحديث عن بني إسرائيل. وبناء على ما تقدم فجل القرآن الكريم قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالف ذلك فقد أتي من قبل نظرته للنوع الأول من التفسير المروي عنه صلى الله عليه وسلم فقط، ولم يتنبه للنوع الثاني، والله أعلم. وقد قال ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ التفسير أصحابه الكرام. قال أبو عبد الله الحاكم: إن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل حديث مسند، يعني به ما كان من سبب نزول ونحوه. وقد اعتمد الصحابة في تفاسيرهم على 4 مصادر: القرآن الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم، الاجتهاد بما لديهم من لغة عربية وفهم ثاقب، أهل الكتاب، ولكل مجاله. وعن طريق الصحابة رضي الله عنهم انتشر التفسير، وظهرت مدرسة التفسير بالمأثور متمثلة أظهر ما تكون في حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، ثم غيره من مفسر الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وبقية الخلفاء 4 وعبد الله بن الزبير وغيرهم. وتطورت مدرسة التفسير في عصر التابعين، فتولد منها مدارس حسب انتشار الصحابة في البلدان. فأشهر مدارس التفسير بالمأثور مدرسة التفسير بمكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير. ثم مدرسة التفسير بالمدينة، وقد أخذ أصحابها عن أبي بن كعب، واشتهر منهم أبو العالية ومحمد بن كعب بن القرظي، وقد أخذ الأول عن أبي مباشرة والثاني بواسطة. واشتهر من مفسري المدينة أيضا زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب. ومدرسة التفسير بالعراق، وقد أخذ أصحابها عن ابن مسعود، واشتهر منهم علقمة بن قيس ومسروق ومرة الهمداني والشعبي، وقد أخذ الأخير عنه بواسطة. واشتهر منهم أيضا الحسن البصري وقتادة.
ثم ظهرت بعد ذلك مدرسة التفسير بالرأي، والمراد به تفسير القرآن بالاجتهاد بعد اكتمال المفسر للأدوات التي يحتاج إليها في ذلك، واختلف في جوازه، فطائفة تحرمه وطائفة تجيزه، ولكل أدلته، وإن كانت أدلة المانعين أكثر وأوضح. وقد جزم الحافظ ابن كثير تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحريم تفسير القرآن بمجرد الرأي كما ذكرنا في المحاضرة الفائتة، ولا شك في جوازه عند الحاجة إليه. وبين ابن عطية الأندلسي الرأي الممنوع الذي جاء الوعيد لصاحبه في الحديث بأن يتبوأ مقعده من النار بقوله، ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى في كتاب الله عز وجل فيتسور عليه برأيه دون نظر فيما قاله العلماء واقتضته قوانين العلم كالنحو والأصول. وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته والنحويون نحوه والفقهاء معانيه ويقول كل واحد باجتهاده المبني على قوانين علم ونظر، فإن القائل على هذه الصفة ليس قائلا بمجرد رأيه. وقد انقسمت مدرسة التفسير بالرأي إلى مدرستين تمثلان وجهتي النظر في التحليل والتحريم. الأولى مدرسة التفسير بالرأي المحمود، والمراد به التفسير الموافق لكلام العرب مع موافقة الكتاب والسنة ومراعاة الشروط التي يجب توافرها للمفسر. ومن ذلك نعرض بعض الشروط التي شرطها أهل العلم في من ينبري للتفسير بالرأي: علوم اللغة والنحو والصرف والاشتقاق والبلاغة، علم القراءات، علم التوحيد والعقيدة يسميه البعض علم أصول الدين، علم أصول الفقه، علم أسباب النزول، علم القصص، علم الناسخ والمنسوخ، علم الأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم، الموهبة. ولا بد أيضا أن يكون ملما بعلوم أخرى بالإضافة إلى شيء أساسي، وهو إحاطته بالمأثور في التفسير. ومن هذه العلوم الأخرى علم الحديث ومصطلحه، لئلا يختلط عليه الصحيح بالسقيم من الأدلة التي سيبني عليها كلامه في تفسير كتاب الله، علم المغازي والسير لارتباطها الوثيق بالتفسير، علم التاريخ وأخبار الأمم السالفة لتضمن القرآن الحديث عن كثير من ذلك، علم الديانات لسيما اليهودية والنصرانية لإسهاب القرآن في ذكرهم والرد عليهم، علم التقوى والخشية والورع وهي والله أعلم أصل الموهبة، علم الآداب والأخلاق وتهذيب النفوس للاهتمام البالغ في كتاب الله سبحانه بهذا الجانب. وقد ذكر طرفا من هذه العلوم الكافييجي والزركشي والسيوطي وغيرهم، وفيها تفصيل أكثر من ذلك. وفي الحقيقة من أصعب ما يكون اجتماع هذه الأمور في شخص واحد، بل تكاد تكون منعدمة، وهو السبب الذي أدى إلى وقوع أغلب المفسرين بالرأي في مزالق إن لم يكن كلهم، وسوف يأتي الحديث عليها بعد قليل إن شاء الله تعالى. وقد انتشرت مدرسة التفسير بالرأي المحمود وكثرت التفاسير المبنية عليها من تفاسير لغوية وتفاسير فقهية ونحوها. أما الثانية فمدرسة التفسير بالرأي المذموم، وقد تولى كبرها طوائف متعددة من المبتدعة والمتزندقة مثل الحلولية والشيعة والخوارج والمعتزلة ونحوهم من الفرق الضالة التي حرفت كتاب الله وخرجت به عن مقاييس اللغة، فضلا عن تفسير السلف الصالح بل عن العقل جملة في كثير من الأحيان. ويتضح هذا بالنظر في تفاسير الشيعة والخوارج وغيرهم. إذن مما تقدم يمكننا أن نقسم التفسير إلى ثلاثة أنواع: تفسير بالمأثور، وتفسير بالرأي المحمود، وتفسير بالرأي المذموم. وقد اشتهر تقسيمه إلى نوعين وهما الأول والثاني، وزاد بعض أهل العلم بدلا من الثالث التفسير الإشاري، وهو في الحقيقة يندرج تحت التفسير بالرأي المذموم، وهو توجه من توجهات التفسير عند الصوفية. وبعضهم أفرد الحديث عن التفسير الفقهي، والصواب أنه مما يندرج تحت التفسير بالرأي المحمود كما سبق الإشارة إليه. نتكلم عن نبذة عن أهم كتب التفسير بالمأثور. تنقسم كتب التفسير إلى ثلاثة أقسام: قسم اقتصر على التفسير بالمأثور فقط، وقسم جمع بين التفسير بالمأثور وبين التفسير بالمعقول، وقسم اقتصر على التفسير بالرأي إلا أن بعضا منه يتعرض للمأثور تعرضا غير أساسي.
وهو ناقل في الحقيقة عن غيره. والذي يعنينا في كتب التفسير بالمأثور القسمان الأول والثاني. فأهم كتب القسم الأول تفسير نافع بن أبي نعيم القارئ، وتفسير مسلم بن خالد الزنجي، وتفسير يحيى بن يمان، والتفسير المنسوب لمجاهد بن جبر، وتفسير عبد الرزاق الصنعاني، تفسير ابن أبي حاتم الرازي، وتفسير النسائي وغير ذلك. وهذه الكتب المذكورة طبعت ما عدا تفسير ابن أبي حاتم، طبع منه جزء من قريب نصف الكتاب لأنه هو الموجود والباقي مفقود. ومما يدخل في هذا القسم الكتاب الجامع الشامل للإمام السيوطي رحمه الله المسمى الدر المنثور في التفسير بالمأثور، فهو وإن لم يسند الروايات إلا أنه خرجها من كتب التفسير المسندة وغيرها، ولم يخلط مع الروايات غيرها، وبين في مقدمة كتابه أنه اختصره من كتاب آخر ذكر فيه أسانيد الروايات. ومن الطريف أنه روى في كتابه هذا بعض الروايات بإسناده هو. وأهم كتب القسم الثاني تفسير ابن جرير الطبري المسمى جامع البيان، وهو إمامها ورأسها، وتفسير الجصاص المسمى أحكام القرآن، تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل. وهذه الكتب تسند رواياتها إلى أصحابها، وعلى الأخص ابن جرير الطبري. وأما الجصاص والبغوي فعلق كثيرا من الروايات بدون إسناد بجانب ما أسنده، وكلها مطبوعة. ويلحق بهذا القسم الكتب التي لم تسند رواياتها وتكثر النقل من المأثور، ويتربع قمتها تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير الذي نحن بصدد دراسته، وهو في الحقيقة يكاد يكون أنظف كتب التفسير على الإطلاق، وأعدلها منهجا مع اختصار غير مخل وبغير تطويل ممل. هناك أمراض تتعلق بالتفسير بالمأثور وهي ثلاثة. أولها الوضع، وهو من أهم أمراض التفسير بالمأثور، مما وضعه الوضاعون ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة الكرام، وعلى وجه الخصوص علي بن أبي طالب وابن عباس. والمتأمل لكتب أهل السنة يجد أن ذلك فيها قليل بل نادر جدا، اللهم إلا في باب فضائل السور والآيات وفضائل علي. والحقيقة أن الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم شمل التفسير وغيره، وقد انبرى له جهابذة الحفاظ فأظهروا عوار تلك الروايات الموضوعة، بحيث أصبح التحقق منها سهل المنال، فلا يصعب تجنبها وتطهير التفسير منها. وأما الوضع على الصحابة فيظهر بكثرة في كتب الرافضة لأغراضهم العقائدية المنحرفة، وينسبون ذلك لعلي بن أبي طالب وآل البيت. وأما الوضع على ابن عباس فعمدته الكلبي، وقد تجنب كثير من المفسرين ما روي عن ابن عباس بهذا الإسناد. والتفسير المنسوب إليه من هذه الطريق ذو قيمة علمية في حد ذاته، ولكن لا تصح نسبته له، وإنما نسب إليه ليلقى رواجا أكثر بسبب ما هو معلوم من دعوته صلى الله عليه وسلم لابن عباس بأن يعلمه الله التأويل، وما حب الله به صاحبه من شرف التربية في بيت النبوة وكونه أحد أفراده، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وخالته إحدى أمهات المؤمنين. وقد سئل الإمام أحمد عن تفسير الكلبي فقال من أوله إلى آخره كذب. ويلحق به ما وضع عنه من مسائل نافع بن الأزرق التي رواها الطسطي والطبراني وغيرهما وإسنادها واهن. وأما ما بعد طبقة الصحابة فالأمر سهل، ولم يشتهر بالوضع في التفسير ممن يروى عنه تفسير كتاب الله غير مقاتل بن سليمان البلخي، وقد أعرض عن الرواية عنه وذكر تفسيره جل المفسرين، وعليه فاجتناب هذا المرض سهل يسير إن شاء الله تعالى. المرض الثاني الإسرائيليات، وقد تكلمنا عنها، وهي باختصار شديد ما تأثر به التفسير بالثقافتين اليهودية والنصرانية، هكذا عرفه بعضهم. ويمكن تعريفه بأنه الروايات التفسيرية المستقاة من أهل الكتاب، وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية عن أهل الكتاب بقوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وفي هذه المسألة تفصيل، مختصره إذا كان ما يروى عن أهل الكتاب موافقا لما جاء في ديننا
فلا بأس بروايته وهو مصدق مصدق، وقد قال تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وقال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وغير ذلك من الآيات. وإذا كان ما يروى عنهم مخالفا لما جاء في ديننا فلا يجوز روايته إلا على سبيل الإنكار والتكذيب، وهو من تحريفهم. قال تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. أما إذا كان مسكوتا عنه كبعض التفاصيل لقصص القرآن أو أخبارهم ونحو ذلك فلا حرج في روايته، ولا يصدقون في ذلك ولا يكذبون. وهذا القسم هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وقد تقدم كلام ابن كثير في ذلك في المحاضرة الفائتة. أما المرض الثالث فهو الروايات الضعيفة، هذا هو الداء العضال الذي عانى ويعاني منه التفسير بالمأثور، وذلك لدقته وخفائه إلا على من رزقه الله البصيرة في علم الحديث، وهو السبب الرئيس في حصول اختلاف التضاد في روايات التفسير بالمأثور وربما عن شخص واحد. وليس هذا الداء خاصا بالتفسير فقط، وإنما هو داء شمل جميع جوانب الدين، ويحتاج إلى تكثيف للجهود لتنقية الأدلة الشرعية المأثورة من أحاديث وآثار مما رواه الضعفاء والمتروكون، وأدى إلى حصول الالتباس والتناقض في بعض الجوانب. كما أن هذا الداء هو عمدة ضعف التفسير بالرأي المحمود أيضا. وبالنسبة للتفسير بالمأثور فيمكن علاجه من هذا المرض بتجنب النسخ التفسيرية الضعيفة وبيان حكم أهل العلم عليها والاقتصار على النسخ الصحيحة والحسنة الواردة عن أئمة التفسير من السلف الصالح، مع الحذر الشديد في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والاقتصار على ما ثبت منها. أما التفسير بالرأي فمن مزالق التفسير بالرأي المحمود، ثم نتبع ذلك بمزالق أو ببعض جوانب الطامات التي في التفسير بالرأي المذموم، نقول أظهر ما تكون مزالق التفسير بالرأي في باب العقائد، ثم في الأحكام الفقهية المستنبطة من الآيات، ثم في الوقائع التاريخية والآيات المتعلقة بها وغير ذلك. وأكثر ما أدى إلى هذه المزالق من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. ثم ذكر من الصنف الأول تفاسير الفرق المبتدعة من الخوارج والروافض والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم، وذكر من الصنف الثاني كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم. وقال السيوطي بعد أن نقل جملة من المفسرين المتقدمين وختمهم بابن جرير، ثم ألف في التفسير خلائق فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال تترى، فدخل من هنا الدخيل والتبس الصحيح بالعليل، ثم صار كل من يسنح له قول يريده ومن يخطر بباله شيء يعتمده، ثم ينقل عنه من يجيء بعده ظانا أن له أصلا، غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح ومن يرجع إليهم في التفسير، حتى رأيت من حكى في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحو 10 أقوال، وتفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة والتابعين وأتباعهم، حتى قال ابن أبي حاتم لا أعلم في ذلك اختلافا بين المفسرين. ثم صنف بعد ذلك قوم برعوا في علوم، فكان كل منهم يقتصر في تفسيره على الفن الذي يغلب عليه، فالنحوي تراه ليس له هم إلا الإعراب وتكثير الأوجه المحتملة فيه ونقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافياته كالزجاج والواحدي في البسيط وأبي حيان في البحر والنهر، والإخباري ليس له شغل إلا القصص واستيفاءها والأخبار عمن سلف سواء كانت صحيحة أم باطلة كالثعلبي، والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إلى باب أمهات الأولاد، وربما استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التي لا تعلق لها بالآية،
والجواب عن أدلة المخالفين كالقرطبي. وصاحب العلوم العقلية خصوصا الإمام فخر الدين قد ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبهها، وخرج من شيء إلى شيء حتى يقضي الناظر العجب من عدم مطابقة المورد للآية. قال أبو حيان في البحر: جمع الإمام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير، ولذا قال بعض العلماء: فيه كل شيء إلا التفسير. والمبتدع ليس له قصد إلا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد، بحيث أنه متى لاح له شاردة من بعيد اقتنصها، أو وجد موضعا له فيه أدنى مجال سارع إليه. قال البلقيني: استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش من قوله في تفسير: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: وأي فوز أعظم من دخول الجنة؟ أشار به إلى عدم الرؤية، ثم ذكر شيئا من تفاسير الملاحدة والرافضة وغيرهم. ومما وقع فيه بعض المفسرين في كلامهم وخرجوا فيه عن المنهج المعتدل قوله تعالى: إن الله لا يحب المعتدين، استدل به المعتزلة على نفي خلق الله للاعتداء، ولا حجة لهم فيه، لأن هناك فرقا بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية، والذي دفعهم لذلك هو اعتقادهم الشيء أولا ثم تنزيل كلام الله عليه. وكذا تعرض أبو حيان للكلام في صفة المحبة وحقيقتها وجعلها مستحيلة على الله، وخرج بها إلى مجال التأويل وجعلها مجازا عن إرادة الثواب، وتبعه الآلوسي، والذي عليه السلف الذين هم أعلم بالله منا عدم التعرض لذلك لاتضاح المعنى وعدم خفائه على من يسمعه، لأنه بلسان عربي مبين. وأما الصفة التي وصف الله بها نفسه فنثبتها له سبحانه على الوجه الذي يليق به وهو أعلم به، وهذا هو الطريق الأسلم كما أنه الطريق الأعلم. كذلك في قوله تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين، قال الرازي: وهذا من أقوى الدلائل على أنه ليس بجسم ولا في مكان، إذ لو كان جسما لكان في مكان معين، فكان إما أن يكون مع أحد منهم ولم يكن مع الآخر، أو يكون مع كل واحد من المؤمنين جزء من أجزائه وبعض من أبعاضه، تعالى الله عنه علوا كبيرا. وهذا الكلام من سفاسف المتكلمين الذين أتعبوا أنفسهم في مثل هذه القضايا، والآية لا دلالة فيها البتة على ما قال عقلا، فإن القائل إذا قال سرنا والقمر معنا كان ذلك صدقا لا جدال فيه، على الرغم من كون القمر في مكان وهو جسم، وذلك لأن المعية لا تستلزم حلولا ولا اختلاطا. ورحم الله الرازي حين قال تائبا من هذا الكلام وأضرابه: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمفاهيم الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. أيضا في قوله تعالى: إن الله يحب المحسنين، تعرض الصاوي لتأويل صفة المحبة واعتبر أنه أريد بها لازمها وهو الإثابة لاستحالتها، وقد تقدم كلامنا على قوله تعالى: إن الله لا يحب المعتدين، فما قيل هناك يقال هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما طامات التفسير بالرأي المذموم فهي كثيرة، وأهون ما جاء من ذلك طامات أهل التفسير الإشاري الذي قبله بعض أهل العلم، والصواب رده كرد غيره من التفسير المذموم. ومما قيل في تمريره أن الفرق بين تفسير الصوفية المسمى بالتفسير الإشاري وبين تفسير الباطنية الملاحدة أن الصوفية لا يمنعون إرادة الظاهر، بل يحضون عليه ويقولون لا بد منه أولا، إذ من ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم الظاهر كمن ادعى بلوغ سطح البيت قبل أن يجاوز الباب. وأما الباطنية فإنهم يقولون إن الظاهر غير مراد أصلا، وإنما المراد الباطن، وقصدهم نفي الشريعة. وبعضهم استدل لذلك بحديث لا يثبت، وهو ما رواه الحسن مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل آية ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع.
قلت: أما الظهر والبطن فقد قال السيوطي في معناه أوجه، أحدها أنك إذا بحثت عن باطنها وقسته على ظاهرها وقفت على معناها، الثاني أنه ما من آية إلا عمل بها قوم ولها قوم سيعملون بها كما قال ابن مسعود، الثالث أن ظاهرها لفظها وباطنها تأويلها، الرابع قال أبو عبيدة وهو أشبهها بالصواب: إن القصص التي قصها الله تعالى عن الأمم الماضية وما عاقبهم به ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين، وحديث حدث به عن قوم، وباطنها وعظ الآخرين وتحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم فيحل بهم مثل ما حل بهم. ثم ذكر الخامس وهو كلام هؤلاء أهل التفسير الإشاري، ثم قال: ومعنى قوله ولكل حرف حد أي منتهى فيما أراد الله من معناه، وقيل لكل حكم مقدار من الثواب والعقاب. ومعنى قوله ولكل حد مطلع لكل غاية من المعاني والأحكام مطلع يتوصل به إلى معرفته ويوقف على المراد به، وقيل كل ما يستحق من الثواب والعقاب يطلع عليه في الآخرة عند المجازاة. وقال بعضهم: الظاهر التلاوة والباطن الفهم، والحد أحكام الحلال والحرام، والمطلع الإشراف على الوعد والوعيد. ثم إن بعض أهل العلم ممن قبل هذا التفسير الإشاري اشترط شروطا لقبوله، وهي خمسة: ألا يتنافى وما يظهر من معنى النظم الكريم، ألا يدعى أنه المراد وحده دون الظاهر، ألا يكون تأويلا بعيدا سخيفا كتفسير بعضهم قوله تعالى: وإن الله لمع المحسنين، بجعل كلمة لمع ماضيا وكلمة المحسنين مفعوله، ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي، أن يكون له شاهد شرعي يؤيده. ونحن في غنى عن هذه الشروط، لأن أعرف الناس بكتاب الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وتلاميذهم من التابعين ومن تبعهم وعلماء الأمة الجهابذة لا يعرف عنهم هذا النوع من تفسير كتاب الله، ويكفي نظرة خاطفة على بعض أمثلته ليعلم مدى فساده. من ذلك التفسير الإشاري لابن عربي لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال: بقرة هي النفس الحيوانية، وذبحها قمع هواها الذي هو حياتها ومنبعها من الأفعال الخاصة بها بشفرة سكين الرياضة. وقال في تفسير قوله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة، إلى قوله: وذكرى للعابدين. ولسليمان الريح أي سخرنا لسليمان العقل العملي والمتمكن على عرش النفس في الصدر، ريح الهوى عاصفة في هبوبها تجري بأمره مطيعة له إلى الأرض، أرض البدن المتدرب بالطاعة والأدب التي باركنا فيها بتمييز الأخلاق والملكات الفاضلة والأعمال الصالحة، وكنا بكل شيء من أسباب الكمال عالمين. ومن الشياطين شياطين الوهم والتخييل، من يغوصون له في بحر الهيول الجثمانية ويستخرجون درر المعاني الجزئية ويعملون عملا دون ذلك من التركيب والتفصيل والمصنوعات وتهييج الدواعي المكسوبات وأمثالها، وكنا لهم حافظين عن الزير. ونختم هذه الفقرة بكلام السيوطي: وأما كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسير. قال ابن الصلاح في فتاوي: وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر أنه قال: صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير، فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسيرا فقد كفر. قال ابن الصلاح: وأنا أقول: الظن بمن يوثق به منهم إذا قال شيئا من ذلك أنه لم يذكره تفسيرا ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة، فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية، وإنما ذلك منهم لنظير ما ورد به القرآن، فإن النظير يذكر بالنظير، ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإيهام والإلباس. نكتفي بهذا القدر هذه المحاضرة، ونستكمل إن شاء الله حديثنا في المحاضرة القادمة، حيث نلقي الضوء على طبعات كتاب التفسير للحافظ ابن كثير ومختصراته، ثم نبدأ في تفسير الفاتحة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.